استمرارية جميلة لانطلاقات الأشواط. الشوط السادس تعلن فيه الانطلاقة في هذه اللحظات في مسيرة الفطامين هنا في أحد فروع وذرع التحفيث الميادين في المرموب، ميدان سيف العرب، والشوط الخاص بالجعدان الفطامين ال 1500 متر والكيلو والنص هي الذي تحدد مساري من سوف يحظى بناموس هذا الشوط. مباشرة أذهب إلى المقدمة وذنان الذي يسيطر، وذنان على مقدمة الشوط، حمد بن محمد بن سالم العامري يقدم وذنان على المركز الأول، بينما سراب في المركز الثاني، خليفة بن حمدان الحميري على ثاني المراكز والمركز الثالث، اكسبو هناك محمية مرقم والعاصفة، أحمد بن مبارك بن سعيد الكتبي مع المركز الثالث، الرابع من الجانب الآخر شاهين، القعقاع بن حمد بالضبيب الشامسي على المركز الرابع والمركز الخامس، يتقدم فيه هنا مروح لحمد بن محمد الغويص السويدي. هذه الخمس المراكز الأولى في هذا الشوط وفي مساره، وهناك شعارات وأسماء تشارك. ما شاء الله بدأ الموسم في هذا الانطلاق، والكل حاضر والكل متواجد ويأتي في هذه الانطلاقات. نسير مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول، اكسبو على المركز الأول، أحمد بن مبارك بن سعيد الكتبي يقدم اكسبو على المقدمة، ولكن هناك لازال اللي هو وذنان حمد بن محمد بن سالم العامري على المركز الأول، وصل الحميري كذلك. يا سلام، خليفة بن حمدان الحميري يقدم سلالة سراب كذلك في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. الله، راح الحميري، راح مع المقدمة، روح مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول. الله يا سراب خليفة بن حمدان بن محمد الحميري يعلن الفوز ويعلن الناموس في هذا الانطلاق. تهانينا خليفة بن حمدان الحميري على فوز سراب بالمركز الأول والمركز الثاني. وصل في وذنان لمحمد أو حمد بن محمد بن سالم العامري، والمركز الثالث 21 اللي هو مروح لحمد بن محمد الغويص السويدي. بنعود وبنشوف مع التوقيت الزمني 2:14 ثانية. تهانينا والناموس.